فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجهر بذكر الله بعد أداء الصلاة المفروضة من السنة؟ نعم، لا شك أنه من السنة، كما قال ابن عباس كانوا يعرفون انصراف، لأنه كان من الصغار من الأطفال، كانوا يعرفون انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة إذا سمعوا الذكر، دل على أنهم يجهرون بالذكر. نعم.